بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب آداب الكسب والمعاش. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله حمد موحد إن محق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى، ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى، وأن كل من في السماوات والأرض لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له ولا فراشة. ونشكره إذ رفع السماء لعباده سقفا مبنيا ومهد الأرض بساطا لهم وفراشا وكور الليل على النهار فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا لينتشروا في ابتغاء فضله وينتعشوا به عن ضرعة الحاجات انتعاشا. دعاء جميل جدا، وكما عهدنا من الإمام الغزالي في بداية كل كتاب من هذه الكتب الأربعين من إحياء علوم الدين يكون هنالك دعاء فيه ما يناسب ذاك موضوع ذاك الكتاب. فهنا دعاء وهنا ذكر، وفي آخر هذا الدعاء قال لينتشروا في ابتغاء فضله طلبا للمعاش. وأما أول الدعاء فلا يبقى في هذا التوحيد حقيقة لشيء مكانة تستحق الذكر. الإمام الغزالي في غير هذا الموضوع يذكر ويقول أن حقيقة التوحيد أن ترى كل شيء من الله عز وجل، أن حقيقة التوحيد أن ترى كل شيء من الله عز وجل. هذا المسجد المبارك الذي نحن فيه، إرادة الله عز وجل أن يكون، وإرادة الله عز وجل أن يسري بعبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإن انتشرت في الأرض فبإذن الله، وإن اكتسبت فبإذن الله، وإن حرست وزرعت وسقيت فبإذن الله، وإن حصدت أو جمعت فبإذن الله، وقد تحرث وتزرع وتسقي ولا تجمع. حصل ولا ما حصل؟ السلام عليكم. يأتي صقيع فيقضي على المزروعة، تأتي ريح فتقضي، تأتي نار، سبحان الله. نعم، ونصلي على رسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء، اللهم اجمعنا واشملنا فيه أن نرد على الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونصلي على رسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشا، وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمرا وانكماشا، وسلم تسليما كثيرا. اللهم استخدمنا في نصرة دينك. أما بعد، فإن رب الأرباب ومسبب الأسباب جعل الآخرة دار الثواب والعقاب،
والدنيا دار التمحل والاضطراب والتشمر والاكتساب، وليس التشمر في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش، بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه، وليس التشمر في الدنيا مقصورا على المعاد دون المعاش. يعني تأتي وتقول إنه لا نصيب ولا حظ لأهلك ولا لنفسك، هذا ليس من الدين في شيء. أن تتبذل بل الاستخلاف في الأرض، بل الاستخلاف في الأرض معناه أبعد من المؤسسة السياسية. نحن إذا ذكر الخليفة فطلنا إلى البعد السياسي فقط لا غير، إلى مؤسسة الخلافة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان خليفة، سيدنا أبو بكر الصديق كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في النبوة وإنما في سياسة هذه الأمة. ثم جاء سيدنا عمر رضي الله عنه فتثقلوا من أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أمير المؤمنين. فعود إلى مفهوم الاستخلاف، خطاب رب العزة جل وعلا إلى للملائكة الكرام إني جاعل في الأرض خليفة، هذا يشمل كل فعل خير، كل فعل إيجابي وفعل خير أو فعل إيجابي. المعيار والمقياس والميزان هو الشريعة، ليس هوى وليس أيديولوجية معاصرة. مرر هذا الفعل الذي تريد أن تفعله على هذا الميزان وانظر هل هو بإذن الله عز وجل مقبول أم لا. فالاقتصاد والسياسة والاجتماع وكل شيء والصناعة داخل في الاقتصاد، كل شيء يحكم بهذا الميزان. قد تقول وهل في الصناعة شيء يصنع فيه حرام؟ من يصنع ماكينات القمار حرام ولا غير حرام؟ حرام. إذن هنالك تمرر أنت الفكرة على ميزان الشريعة، تمحص بعض القضايا الظاهرة وبعض القضايا بحاجة إلى أهل الذكر نسألهم عن حكمها فيجيبونا. إذن هذه الحياة تراد لغيرها، هذه الحياة تراد لغيرها، ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا. قال فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها، والناس ثلاثة: رجل شغله معاشه عن معاده فهم الهالكين، ورجل شغله معاده عن معاشه فهم الفائزين، والأقرب الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين. الأول شغله معاشه عن معاده، ليل نهار يركض، ليل نهار يركض الثماني ساعات التي يعملها، إن كان يعمل ثماني ساعات تكفيه وزيادة، تكفيه وزيادة. قال فليكن لنا بيت آخر، فاشتغل ثماني ساعات إيش أخرى، وأوقات السفر وأوقات ينام ليعود في اليوم التالي ليعمل ورديتين، ولا يكون هنالك إلا سويعات، سويعات يرتاح فيها ولا يرتاح، ويمضي العمر وهو على ما هو عليه. ولعله يمثل هذا الحال ذاك الرجل الذي حضرته الوفاة، ويعلم هو ومن حوله أنه انتهى، وأهله يقولون له قل لا إله إلا الله، وهو يسأل عن مستأجر لديه
هل دفع الأجرة؟ قل لا إله إلا الله، دفع فلان؟ قل لا إله إلا الله، عيدت. لما أقول هذه دار عمي وهذه دار خالي، ولله دار عمي ولا دار خالي. متى ما ودع لم يبقى له إيش؟ دار. وحتى حينما نقول هذه امرأة عمي ليست امرأة عمي، وهذه امرأة خالي وليست امرأة إيش؟ خالي. يقال فلان امرأة فلان وهي ليست إيش؟ انتهى. ولا هي دار فلان ولا هذه زوجة فلان. فإنسان شغله المعاش عن المعاد حتى نسي أن هنالك إيش؟ من عجائب الأمور، من عجائب الأمور احتياج الناس للتسلية طوال الوقت. الآن يحتاجون للتسلية والتسريع عن النفس والترويح عن النفس، ليس من بعد تعب وليس من بعد شقاء وليس من بعد عمل، إنما الحاجة إلى التسرية والترويح وال السلام بقول الله. إذن هكذا يحتاجون إلى التسرية، وأشد ما يكون التحضير للتسلية في رمضان. مؤسسات التلفزيون كثيرة تحضر برامج كثيرة لرمضان، والقنوات الآن بالآلاف. يعني زمان كان في محطة اثنتين، يعني بمعنى وإن كان في ثلاثة أو أربعة يعني لا تصل إلى التلفزيون، يعني محطة محلية زاد محطة من الجيران. وكان يفتح التلفزيون البث يعني الساعة 4 تقريبا 3:30، على الساعة 10 ايش؟ يوقفوا يغلقوا. 24 ساعة تسلية، 24 ساعة ايش؟ تسلية. وكثير من هذا حرام، وكثير منه ماله؟ حرام. بدك تلعب؟ العب. بدك تلعب رياضة؟ العب. لا نقول حرام، العكس تماما، لكنك تحضر مباريات وتضيع انت الصلوات وخيرة الأوقات وانت تتابع هذه الكرة، ما أظن أن هذا أنك خلقت لأجل هذا. سألني شباب من فلسطين، كنت على الطائرة عائدا من مدريد، قالوا لي جلست إلى جانبهم في الطائرة، سألوني إذا كنت مثلهم يعني رحت حضرت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، لم أكن أعلم أن هنالك مباراة، حتى قالوا لي في الطائرة ما علمت أن هنالك مباراة لي ريال مدريد وإيش وبرشلونة. في ذاك اليوم الذي كان فيه المباراة ذهبت إلى دير بعيد حوالي 40 كيلومتر خارج مدريد، فيه مخطوطات كتب الإمام الغزالي، كتب إيه؟ كتب للإمام الغزالي، وكأنه كان الإمام الغزالي هناك يكتب هناك. طبعا هي المخطوطات اللي الكتب ذهبت أيامها كانوا يقرؤونها يتدارسونها ثم أصبحت في المكتبة، والشباب ذهبت إلى هناك لتحضر إيش؟ ما لا نقول حرام، لكن نقول إلى أي درجة وصلت القضية والتكلفة عالية جدا على وجه الحقيقة. وبعض الأولاد من العائلة حينما ذكرت القصة ما استوعب، صغار ما استوعب كيف، طب كيف لما لم تحضر المباراة؟ هنالك شيء أجمل وأعذب وأطيب،
من تلك المباراة للمثل، يعني تلذذ بتلك المخطوطات ما لا تلذذ صاحب الكرة، ما لا تلذذ به صاحب الكرة. إذا رجل شغله معاشه عن معادي فهو من الهالكين، لأن النهار مركب وليس للآخرة نصيب. يا فلان حدث عن إمكانية أن يكون هنالك بعثة حج، هذا الكلام من حوالي 20 سنة، حوالي إيش؟ 20 سنة، 15، 20، 21، 22، هذا الله أعلم. الشاهد في الحديث قيل إذا ممكن يعني نختار بعض الأساتذة، يعني ممكن نذهب للحج معا، ترتيب هكذا. فسألت أحد الأساتذة واستبشرت خيرا، قلت له ما رأيك أن تذهب للحج؟ قال صغير بدري لسه ولا أعلم إن كان قد بقي له بعض الشعرات السود في رأسه، شاب منه شعر العارضين. وكثير من بلادنا يقول لك لما نكبر أنت لست ضامنا، لست ضامنا الاستمرار أن لك بقية حتى تحج، ولست ضامنا أن يكون هنالك يوم من الأيام تراون المرض كيف منع الحج والعمرة إلا لقلة قليلة من الناس. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء، هذا الابتلاء عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود الناس للحج والعمرة، وأن يرفع ما بنا من غمة حتى يعود الناس لزيارة المسجد الأقصى معززين مكرمين إن شاء الله. يتلهى الإنسان بالمعاش عن المعاد، والمعاد لا زال يطرق بابه، والمعاد لا زال يطرق إيش؟ بابه. على الأقل أهل المسجد وأهل الجنازات يسألون عن المتوفى كم بلغ من العمر ذاك المتوفى، يعني أتعلمون لما يسألون؟ ليطمئن الواحد فيهم نفسه. إن كان قد بلغ 90 يقول أنا شاب بمقارنة بالـ90، وإن كان أقل يكون هنالك تنبيه، يريد أن يطمئن لا زال بعيدا أم قريب، وهو قريب جدا. يعني مرات الناس أذكر كلاما لعلهم لا يفهمون علي، أنت تتوفى في اليوم الذي أنت فيه، أنا لم أقل النهار، ممكن في نهارا ممكن يعيش ليلا، إنما لا تتوفى في الأمس ولا تتوفى في الغد، تتوفى في اليوم الذي كتب عليك الوفاة إيش فيه، وأنت لا يوجد لك إلا اليوم الذي أنت فيه، بالمعنى الأمس لم يبقى إلا مسؤولية ثواب العمل، إن شاء الله يكون كذلك. وأما السيئات فنسأل الله عز وجل، نتوب الله عز وجل من سيئاتنا، لا إله إلا الله. رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين. بعض هذه الحالات ذكر الإمام الغزالي رحمه الله، ذكر أبا يزيد البسطامي رحمه الله، عاش في برية بغداد، اعتاش على الحشائش، لا دار ولا ضريبة أملاك ولا فواتير ولا سنة مالية، لابد
بس المعنى لما تحتاج إلى السنة المالية إذا لم يكن هنالك مال؟ تمسك أنت دفاتر منه إليه وميزانية ولا يوجد مال، تحتاج على الحشائش في البرية، كفى نفسه المؤونة. قال الإمام الغزالي رحمه الله حتى اخضر جلده، عاش الحشائش حتى اخضر جلده، مليون في نباتيين، ونباتيين في ناس بتشدد حتى بيض لا، حتى حليب لا، يعتاج على ايش؟ على النباتات، فواكه نباتات، بذور، يعني ليست بعيدة الصورة. طب لما فعل ذلك؟ انشغل بالمعاد عن المعاش، والمعاش بسيط، إن أصبح تناول من هذه الزهور والنباتات، وإن أمسى تناول منها، لا نقول للناس، لا نقول للناس افعلوا كما فعل أبو يزيد البسطامي، ومع ذلك نقول للناس تذكروا قصة أبي يزيد البسطامي، يكون لديك طعام ثم ترمي بالطعام، فلان قيل عنه أنه لا يأكل الطعام البائد، لما لا؟ لما لا؟ أنت ذهبت إلى المطعم قد يطعمونك طعاما إيه؟ بائد على وجه الحقيقة. يعني إحنا شباب صغار اشتغلنا في المطاعم ونعلم حتى الخمس نجوم كما يسمونها أيام الدراسة وكذا، فهنالك عملية تدوير، يعني سيقومون برمي كل شيء، لا لا يفعلون. على كل حال إذا رجل شغله معاش عن معادي فهو من الهالكين. ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين. يعني مثلا تنظر إلى الكسب وتقول أين هذا من المعاد، أين هذا من المعاد، تنظر إلى النشاط فتقول أين هذا من المعاد، فإن غلب على ظنك أنه إن شاء الله خير وإن شاء الله يكون كذلك فافعل، وإلا فلما؟ والذي يليق بالمراهق لا يليق بإنسان بلغ الأربعين، وإن شاء الله يغلب خيره على شره. والمقتصد قال الإمام الغزالي رحمه الله قال والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين. في الأولى قال شغله، انتبهوا للكلمات، انظروا إلى حرف الجر، قال في الأولى شغله معاشه عن معاده، في الثانية عند الفائز، الأول هالك، أما الفائز شغله معاده عن معاشه، عن في الثالثة قال شغله معاشه لمعاده، شغله معاشه إيش؟ لمعاده فهم المقتصدين. يكفي أهل بيته حلالا طيبا مسكنا وطعاما ولباسا، إن كان يعيش في دولة التعليم فيها مجاني، تعليم فخير، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يعد العدة ويدخر لأولاده كي يدرسوا في الجامعات، ما يأتي وقت التوجيه يقول إيش ما معي كيف يدبركم،
ركبت مع شاب من الجامعة إلى معبر الزيتون، هذا حاجز عسكري على بين العزرية والقدس، يعني سيارة، والشاب يدخن، فطلبت منه بلطف ألا يفعل. ثم سألته عن هذه عادتي مع أصحاب التبغ، فسألته عن ثمن علبة التبغ فقال كذا، فحسبت له إياها كم في السنة وكم في العشرين سنة، وسألته كم لديه من الأولاد، فتبين لنا من حسبة بسيطة جدا لو أنه ادخر المال الذي ينفقه على التبغ لكفى نصف أولاده شققا سكنية عظم كما نقول في منطقته، مش في القدس، في العزري. ولو وضع مقابل هذا المال نفس المبلغ لكفى كل الأولاد. ما رأيكم؟ إذا ندخن ولا لا ندخن؟ لا ندخن، لا ندخن. إذا والآخر بالاعتدال، والثالث شغله معاشه لمعاده فهو المقتصدين، ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد، ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة الآخرة وذريعة ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة. الحلال بين والحرام بين، لا تحتال ولا تبحث عمن يفتيك حتى تعتاش من ايش؟ من الحرام. بعض الناس استأجر قطعة أرض وما دفع أجرة الأرض عشرات السنين ويأتي للمسجد، وبعض الناس أخذ قطعة أرض وقف دون وجه حق. قطعة أرض من وين؟ من أين؟ أراضي أوقاف عامة لخير المسلمين. ثم ذاك الذي يتجر، يعني مثلا أنت تصلي في المسجد، بعض التجار يعود إلى متجره ويبيع الأطعمة منتهية الصلاحية، أشرت إلى حتى هو ابن صفي يعني ولا أذكر من كان لديه متجر، وانتبهت إلى طعام انتهى صلاحيته منذ زمن بعيد، منذ زمن ايش بعيد، قلت له يا فلان هذا انتهى، ثم لازلت ارى ذاك الطعام على الارفف مدة طويلة، ثم ذهب المتجر، راح التجارة كلها، والله اعلم بالاسباب، ذهبت التجارة ايش كلها. كذاك التاجر من مدينة فلسطينية في الشمال، كنت أقرأ عن دعاية محلي في جريدة القدس سنوات طويلة جدا، ثم اطلعت، سبحان الله، اطلعت من أحد العاملين في لجان الزكاة في تلك المدينة، قال فلان صاحب المتاجر، صاحب المتجر الفلاني، قامت لجنة الزكاة بمساعدته على الحصول على بسطة في نفس المنطقة التي كان له فيها متجر. انتبهوا. أما ذاك فكان السبب هو طرده لرجل يطلب الصدقة، فاشمأز من وجوده في متجره، يعني لا يليق بهالمتجر
إنه يكون في فلان دعا عليه فلان بسبب سوء المعاملة، فذهبت تلك التجارة. بعدما ذهبت التجارة بحث صاحب المتجر سابقا عن ذاك الرجل حتى يعتذر إليه، حتى يصلح، لأنه عرف السبب، غلب على ظنه أنها دعوة فلان، فوجده قد توفي، فأصبح يزوره في المقابر ويدعو له. أصبح يزور أين؟ في المقابر. طبعا أنت كنت في غنى عن مثل هذا الموقف. قال إمام الغزالي تبويبا: ونحن نورد آداب التجارة والصناعات وضروب الاكتسابات وسننها، ونشرح في 5 أبواب: الأول في فضل الكسب والحث عليه، والثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات، والثالث في بيان العدل في المعاملة، والرابع في بيان الإحسان فيها، والخامس في شفقة التاجر على نفسه ودينه. في فضل الكسب والحث عليه هو الباب الأول. أما من الكتاب فقوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها، يا رب لك الحمد ولك الشكر. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذه الأسباب في الكون، سخر لنا اليوم بإذن الله عز وجل نفهم معنى تسخير الشمس والقمر. هذه الشمس مسخرة، لو استطعنا أن نخزن دقيقتين من هذه الطاقة الشمسية التي تصلنا، فقط خلال دقيقتين لو استطعنا أن نخزنها لكفت الكرة الأرضية طاقة طول السنة. في عندك إضاءة وآلات ومصانع وحركة، لو استطعنا أن نخزن هذه الطاقة الشمسية في دقيقتين لكفتنا سنة إيش؟ كاملة. مصدر طاقة إلى ما شاء الله. ارفع الصوت برو. الصوت مش واضح مروان، ارفع. نعم. سيد العزيز، هي الأفران هذه الذرية النووية عمليا، هذه الانفجارات كالانفجارات اللي تحصل أين؟ على الشمس. فهمت علي؟ مصادر الطاقة كثيرة، مصادر الطاقة كثيرة جدا. أنا أتحدث عن مفهوم، يعني هذه الآيات المسخرة في الكون لهذا الإنسان. أشكر الله عز وجل، يا ربك الحمد لك الشكر على هذه النعم الكثيرة. ولا تنسى المعاد، كل القضية لا تنسى إيش؟ البعد الأخروي. قال: وأما الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم، وننتبه إن شاء الله لهذه الأحاديث لأن فيها بعض الأحاديث ذات الأسانيد ضعيفة، إن شاء الله نذكرها من الغد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.